الوغ هو كاين الجمهوريه في واحد المدينه في واحد الولايه في الجزائر شد قال لك اسيدي واحد السيده سيده ومعها شي 8 اخرين هذه مراه بوحدها لقاوها مخبيه تحت الارض اربعه ديال الناس مراه جزائريه وماشي غالبا غتكون مغربيه من بعد غيقول لك هذه مروكيه مراه لقاوها تحت الارض مخبيه اربعه ديال الناس ماشي مخبياهم الله يرحمهم ويوسع عليهم مراه في الجزائر اخواني الكرام وحده دافنه اربعه تحت الارض هادشي علن عليه الوكيل ديال الجمهوريه في شي مدينه سميتها سابق ولا سبق ولا شي لعيبه بحال هكذا المهم هذا الخبر هذا بطبيعه الحال ما يهمش ولكن اللي كيهمنا خوتي هو الخبر ديال جوج مغاربه قباصه اليوم السلطات الجزائريه اخواني الكرام تلقي القبض على جوج مغاربه واحد كيخدم في القبص واحد كيخدم في تقباست جوج مغاربه شدوهم عطاو الاسماء ديالهم كامله وهذه في سابقه من نوعها بطبيعه الحال ما عمر الجزائر كانت كتعطي السميات كاملين بالسميه والكنيه زعما باش يتبتوا علينا زعما راه كاين منها عطاونا السميه ديالهم واحد سميتو عبد الرحمن وواحد سميتو رشيد هادو قالوا لهم التهمه التجسس لصالح دوله اجنبيه جوج قباصه مغاربه تجسس لصالح دوله اجنبيه والعمل اسمعوا معايا العمل باي وسيله كانت من اجل المس بوحده الوطن تخيلوا معايا دابا نتوما دوله عندها المؤسسات وعندها اقوى جيش في المنطقه واقوى منظومه عسكريه في المنطقه واقوى مخابرات في العالم وعندها 45 مواطن جزائري كيغير على بلاده وعندهم الدرك الوطني وعندهم حرس الحدود وعندهم القوات البريه والقوات الجويه وعندهم القوه كل شيء عندهم تبون وعندهم شنقريحه وعندهم جبار مهنا وعندهم ناصر الجن وعندهم واحد 800 ولا 900 جنرال وعندهم مجلس الامه ومجلس الشعب وعندهم هادشي كامل شدوا جوج قباصه مغاربه جوج قباصه في المدينه ديال وهران والمدينه ديال سيدي بلعباس ما غنكثر ولا نقول لكم غير رايكم انا غير نتصنت لكم انا بغيت غير رايكم جوج قباصه واحد كيدير مسكين فو بلافون واحد كيحط داكشي في لي مول جوج غيتجسسوا لصالح المملكه المغربيه دابا حنا المغرب مصيفط جوج قباصه حتى الجزائر على طريق تونس باش يجيبوا لنا الثمن ديال فو بلافون شحال ساوي في الجزائر تماما امور واضحه حنا دابا مصيفطين جوج قباصه حتى الجزائر باش يقولوا لنا شحال ساوي الثمن ديال القبص في الجزائر تهمات قال لك التخابر واستعمال اي وسيله واخا حتى القبص اي وسيله كانت من اجل المس بوحده الوطن دابا الوطن الجزائري الامن ديالو واقف على تقباست طيب حنا شواك حنا هما الشواكر المغرب والله الا حنا هما لي زوم إلا كنا نصيفطو قباص ويمس بالوحدة والأمن ديال الدولة الجزائرية قباص أما لا صيفطنا لكم جليجي ولا صباغ ولا صيفطنا لكم خياط مثلا خياط ما عنده البرا ولا صيفطنا لكم شي واحد كيدير شي حاجة يدوية كيصوب الطواجن ولا كارثة هادو جوج قباصة المس بوحدة الوطن تهمة التجسس قال لكم إخواني الكرام لا حول ولا قوة إلا بالله على بركة الله على بركة الله مساء الخير توحشناك الغزال مرحبا بك ما شاء الله عليك دخلنا كنخلو فالروحي لاند اللي دايرين بحال ديك الافلام ديال الرعب ديال ستينات نواري بلون
السوجي سي ا سافوار صحب لي نسقسيك عافاك برك شنو السوجي ديال اليوم هبطي السوجي وطلعي مرحبا بك مرحبا بك اختي حياتي تحياتي كاينين الناس قبل منك مرحبا مرحبا بك اختي جوج قباصه غيقيسوا بالامن والوحده الجزائريه وحده الوطن السلام عليكم هلا مرحبا والله واش راك السي في الروحي صافا لاباس السي نخوف من القباصه تحياتي ماشي خواف لا لا هذه جاتنا تعليمات من عند فرنسا قالنا تعليمات من عند فرنسا جوج قباصه خويا ايه من فرنسا هما اللي قالوا لنا احنا ما عندناش مخابرات ملاح جوج قباصه تعرف الرئيس تاع فرنسا تعرفوه وجوج الرئيس تاع فرنسا وجوج قباصه ايه جوج قباصه جاتنا جوج قباصه جاتنا فرنسا قالت لنا هم اللي كاين زوج دابا جوج إيه؟ دابا جوج قباصه غيزعزعوا اسمع قول لي قول لي معليش معليش جوج قباصه قول لي الرئيس تاع فرنسا واسمه ايمانويل ماكرون انا ما يهمنيش رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون اه هبط عليا واش انا كنهضر على جوج قباصه رئيس فرنسا رئيس فرنسا رئيس فرنسا راه جاي للمغرب كنهضروا على جوج قباصه مغاربه زعزعوا امن الدوله الجزائريه جوج جوج قباصه تحياتي طرططه جوج قباصه شدوهم في المغرب اليوم قال لك زعزعت امن الدوله والتخابر والمس باي وسيله كانت انتوما دوله انتوما دابا دوله غيقيسكم جوج قباصه المغاربه شنو هاد الوسيله باش غيتجسسوا ليكم شنو غيجيبوا لنا المعلومه اللي غيجيبوا لينا انتوما دوله انتوما جوج قباصه قال لك المس بامن الدوله ووحده الوطن اعطيوني المعلومه اللي غيجيب لكم هذا القباص والمغربي دبر راسك راه اللي مشى شغلو هذاك نجيكم من الاخر السلام عليكم اللي حصل تما دب راه ما كاينش اللي غيعتقك السلام عليكم او سويفون مغاربه اللي جالس تما في الجزائر يتحمل مسؤوليته راه ما كاينش اللي غيوقف معاك بغيتي تشد شي نهار الله يعاونك السلام عليكم دولة تخاف من القباص هذه دولة هذا رئيس هذا يخاف من قباص هذا جيش يخاف من قباص هذا السلام عليكم السلام عليكم خويا رضوان مرحبا بك خويا تفضل خويا بخير الله يحفظك حبيبي مرحبا لاباس عليك الحمد لله تفضل اخي مرحبا مزيان الحمد لله ايوا هذاك النص هذاك جوج القباصه اخويا راه مساوي يجيبوا لنا خبيره من تمايا هذه دوله دابا كتخاف من جوج قباصه هادو جوج قباصه العام الله فينا هو المخابرات ديالنا فينا هو العسكر ديالنا فين 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 وفين وفين هادو جوج قباصه تحياتي اخويا رضوان تبارك الله عليك والله يعاونك الله يحفظك الله يسخر لك خويا رضوان الله يحفظك دولة تهاب جوج قباصة جوج مغاربة يمتهنون الجبس وخدرتوا الفالطة ولكن هما قلت لكم غير باش يبينوا لنا انه داكشي حقيقي عطاونا السمية والكنية ما عمر الجزائر كانت كتعطي السمية والكنية ما فكرتوا في عائلاتهم ما فكرتوا في اقاربهم الا كانت ديك السميات بصح نيت وقلتو زعما راه كيما موالفين كنعطيو باء طاء خي خي عي مي قبيلة وكيل الجمهورية كيعطي الحروف اللي كيعطي لي زينيسيال ديال ديك المرة اللي لقاو هدفنا ربعة في الدار وهاد المغاربة عطيتو سميتهم زعما عادي جدا عبد الرحمن فلان ورشيد فلان زعما عادي نتوما عادي عادي دولة خوافة من جوج قباص اش من دولة هادي وتا فينا يا الدولة انا غنتصنت لكم ما نهضرش السلام عليكم والسلام عليكم السي رضوان مرحبا بك خويا تحياتي كيداير لاباس عليك هاني مرحبا بك شحال هذه ما طلعت لعندك ودي ابو رضوان مرحبا بك خويا الشعار ديالي بعد انا الاول هو اللي كنبدا به نلقى جزائري في الجنه نرجع لجهنم مع الاولى اما القضيه ديال القباصه راه خدمت تما اخي رضوان راه ماشي شوف اقسم بالله العلي العظيم راه اي حاجه تبغي تدخل للجزائر تدخل اقسم بالله كي القضيه ديال الحداده والله ما قاش عين فيها زفتها ما يكذب عليك الكذاب والله الا عطيناها غير الكاشيات تما في الحداده اما القضيه ديال واش هذه دوله كتخاف من جوج قباصه دوله هذه اشوف راه كلهم صاحبي هكاك دايرين
أرضوان والله كنت مشي لديك البلاد والله تتعجب قسما بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام بلاتي يا خويا صبر شد النوبه. السلام عليكم خويا رضوان. وعليكم السلام اخي بلاتي يا خويا بلاتي الله يحفظك صبر بلاتي. فهمت شنو كنقول لك رضوان؟ اوكي يا حبيبي تحياتي يا خويا شكرا جزيلا لك. الله يحفظك تحياتي. تفضل اخي مرحبا بك. اطلق الميكرو. خويا اطلق الميكرو اشريف. دولة تخاف من جوج قباصة الله يتلعز. هادو راه صيفطوا لكم شي صحافي راه كريشة ولا صيفطوا لكم شي 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 عسكري ولا صيفطوا لكم قباص زعزع امن دولة الجزائر. قباص دولة المؤسسات هادي دولة هادي هادي دابا دولة دابا هادي تقول على راسها دولة ويقول على راسو جيش. جيش كيخاف من قباص تهمة تجسس. دولة شكرا بزاف. دولة دولة تقباصت والله إلا دولة تقباصت. ومنيتهم السلام. السلام ورحمة الله. مرحبا بك خويا تحياتي. لاباس خويا؟ لاباس خويا الحمد لله. لا تقعد تشد في هضره تقعد تعاود غير فيها تقعد تعاود تعاود فيها. دولتك 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 اليوم شدت جوج قباصه قال لك تهمه تجسس. قباص شنو المعلومه اللي غيعطينا قباص؟ هلا وحنا حنا واش وين على بالنا بلي السيد هذا قباص كما راك تقول؟ قالوها هما وكيل الجمهوريه قال لك جوج يمتهنون الجبس جوج. على بصح على راك تحرض في المغاربه ما يجوش يخدموا في الجزائر انت كاش واحد شكالك؟ لا نقول لهم سيروا سيروا الخوت باش يديروا لكم مهنه تجسس عادي جدا. مريض انت على بالك بلي والله ما حبيت تبرع. واخا اوكي واصبر بلاتي انا غنوريك انايا. دابا انا غنقول المغربي سير باش تما سير خدم فتاك باسط وتجلات وتجلات. هام يخدموا هام يخدموا هنا راهم على رسالهم هنا راهم يخدموا. انا غنوريهم لك التورات. اقطع الميكرو. السلام عليكم خويا التورات. التورات شو التورات رضوان خويا بلاتي يا حبيبي صبر بلاتي صبر بلاتي الديكتاتور. مرحبا خليك معايا خليك. قطعوا الميكروات كاملين قطعوا بجوجكم قطعوا الميكروات قطعوا الميكروات. ماشي مشكل انا التورات الديكتاتور هذاك ماشي التورات انا عطلت. ايه ايه ماشي مشكل ماشي مشكل صافي خليه معنا خليه. دير لي اكتب لي اكتب لي يا خويا فيسبوك. فين نكتب؟ اكتب لي فيسبوك. فيسبوك جواسيس مغربية. جواسيس مغربية هكا كتبها غير فيسبوك ما غتخسر والو. ايه مرحبا مرحبا. انا غنكبر لكم اخوتي وتشوفوا الدولة القوة العظمى مزعزعها قباص. تفضل يلا كتبها في فيسبوك كتبها. لا راك كبرت خالد عبدو راك كبرت راك كبرت الجزائري. انا نكبرك انت انا نكبرك انت اخويا. كتبها في جوجل كتبها في كتب الخبر اليوم الجزائري. انا كتبت في فيسبوك انا كتبتها في فيسبوك انا. اشنو قرا لنا شنو عطاك اخويا الله يرضي عليك؟ طرق كاتبينها في الشرق. قرا لي شنو الصفحه الرسميه. مصالح الامن مصالح الامن تلقي القبض على ثلاثه جواز او ثلاث جواسيس مغارب منهما اثنين من جنسيه مغربيه. شكرا ترى صافي. العمليه تمت في ولايتي وهران وسيدي بن العباس مع تقديمهم جميعا امام القضاء. الامر يتعلق بكل من المغربيين وكاتبين سميته كيف ايه علاه كيكتبوا السمي على العاده اللي كتكتب سميات الناس؟ لا الا كان مروكي تكتب سميته نهانيه. زيد وخاء الإدريسي عبد الرحمن والبوعيني رشيد عاملي جيبس قباصة قباصة المتهم الجاسوسين تعاونا مع المتهم تاء ميم ألف. شوف سبحان الله المغاربة كاتبين سميتهم وهذا المتهم الثالث اللي ماشي مغربي ما كاتبين سميته كاتبين الحروف الأولى من الاسم والنسب. صافي قطع الميكرو. خويا الجزائري تفضل يا حبيبي تكلم. أخويا الجزائري حل الميكرو ديالك. صح قولي واش نتكلم باه تقدر زعما باه نقدر نفيدك. قولي واش نتكلم قباص اش من معلومه غيجيب لينا؟
انت راك تقول قباص، انت مغربي تقول قباص، وبلادك قالت قباص. ايه ايه هو جاي على اساس قباص. هو شنو اش غياخذ لنا كمعلومه احنا؟ اش غيجيب لنا مثلا؟ صح صح، المغاربه اللي يخدموا هنا في الجزائر لا بريبار يخدموا الجبس. قباص اش غيجيب لنا كمعلومه؟ دابا هذا هو السؤال. يا 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 ابني ادم، يا ابني ادم، الا تفهم انت، الا تفهم انت، دوك يجي واحد زعما كما قال لك رأفت الهجان راح شغل لاسرائيل، دخل جاسوس زعما بريزونتي روحو جاسوس. سؤال، هذا القباص اللي بلادك قالت عليه قباص، شنو المعلومه اللي غيجيب لينا احنا؟ قالت مش هي واش تقول، هو قال قباص كما راك تقول انت، هو يقول بلادك اللي قالت هي متهينون مهنه الجيش. يا الحمار يا الحمار افهم، يا الحمار افهم. بطن على الله وعليك، بطن على الله وعليك، بطن على الله وعليك. ولكن عادي، تربيه الجزائريه هذه معنا ما نديرو. الجزائري اللي يخاف من قباص عادي ينطق من هذا الشيء، عادي الخوت. جزائري اللي كيخاف من قباص، تخيلوا نتوما دوله تبونوا شنقريحه خلعوا مقباص. يعني دخلت اخويا حتى للموقع الرسمي بلاتي شنو نشوفوه؟ قباص الخوت، اش تاش هذه بلاد؟ هذه بلادي. مصيبه والله الا مصيبه صاحبي. حتى الموقع الرسمي ماشي الفيسبوك، وحتى الموقع الرسمي دايرين مقال على قدو. وياه راه الوكاله الانباء الجزائريه والتلفازه الرسميه وكل شيء قال لك جوج قباصه، واش هذه بلاد؟ هذه دابا بلاد غيهضروا عليها الناس. بلاد كيهضروا عليها الناس، الجزائر قال لك هذا القرار جاء تزامنا مع فرض الجزائر تأشيرة. واش هذه بلاد؟ تفضل اخي الديكتاتور، خليك معايا اخي التورات. ماك بلاد ونص، بلاد ونص تخاف من القباص. بلاد ونص، بلاد ونص مالك؟ غادي بواحد السياسه خويا، عرفتي ديالاش؟ وديال الرسوم المتحركه، اقسم بالله العلي العظيم كل نهار كنعاود نفيق في هذه الحياه هذه وكنشوف المستجدات، وحق الله حتى كنرجع لايام الصيبه وكنتفكر العناد ديال الرسوم المتحركه. العناد، العناد ديال الرسوم المتحركه هو اللي كاين دابا. قباص اخويا الديكتاتور قباص. غنشرح لك انا دابا علاش، انا غنشرح لك علاش وعطيك المنطقه اللي زعما طالع نترولي عليهم حيت اللي فيهم يكفيهم. انا غنقول لك السبب علاش. السبب اخويا هو التاهل ديالهم لكوب دافريك. خاص المغرب باي وجه كان يفرض الفيزا على هادوك باش ما يجوش يشوفوا المغرب. عرفتي الا جاتك واحد 50,000 ولا 30,000 وجات تشجع بلادها وجات شافت المغرب اخويا، راه الشنكليح راه غيديو معاه دلع من هنا، من هنا غيخصو دلع من هنا. راه شوف، راه ما صيفطنا، ما صيفطنا لاصحاب الاوفشورينغ، ما صيفطنا للناس اللي كيباريو التليفونات، ما صيفطنا لاصحاب التكنولوجيا، ما صيفطنا. تعالي دير بغيت باش كنقول لك قباص واحد كيضرب حيط كيلصق فيه السيفون وكيلصق بلافو فو بلافو. ولكن دابا هو على شنايه؟ ما تكرهوش لينا بلا تردو اخويا، دابا القباص فيه وفيه، كاين تقليدي معماري نقش 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 نقش، وكاين عاوتاني داك القرص ديال فو بلافو بلافو. تحياتي الدكتاتور، شكرا جزيلا لك، تشاو باي باي. دوله كتخاف من واحد كيدير النقش، دابا دولة خايفة من واحد كينقشها في الجزائر. طرططا مرحبا بك. ترحب بك الجنة خويا، السلام مرحبا عليكم. مرحبا بك. يدير لهم النقش راه كيما على حسب قولهم هاد المفردة ديالهم راهم نقوشة. دونك ولا ما بغيت نضحك لان هاد يعني كيعس. المهم يعني ديره دابا كتشجعي انت يا اختي طرططا، كتشجعي واخا الغلط ديالهم هما ما كانش عليهم، ما خصهمش يمشيو لهذيك. ماشي بلاد، ماشي بلاد، ما عندهمش قوانين، ما كيحترموش حقوق الانسان. يعني انا ما تمشيوش انا مغاربه والجزائر. اخي راه سمعت الناس بحالك هذه السنه ولا سنه ولا سنتين تيقولوا لهم ما تمشيوش، فهمتي اخي؟ لان واش الشعب اللي كيقتل، المهم العسكر ولا الشعب كيقتل الشعب؟ يعني غير هما داروا عشريه سوداء قتلوا فيها 250,000، واش فيهم هذوك انسانيه؟ واش عندهم عندهم قلب؟ وعندهم واش عندهم احترام للقوانين؟ المهم ما عندهم حتى شي حاجه. ما هذوك الناس
ما عرفتش اخويا، ما عرفتش هاد الناس، هذا ما عرفتش كيفاش كومون لي كاليفي، ما عندهم، ما عرفتش يعني لادجيكتيف اللي غيجي معاهم، واش سي دي مالاد مونتو، واش ils ont été violés par les Turcs et après les Français، دونك ما عندهمش تربيه، ما عندهمش ايديوكاسيون، ما عندهم، ما حناش حتى في بعضياتهم. علاش؟ وانا اللي كيضرني في خاطري هي ان كاينين بعض الشركات ولا شي مقاولين ولا جو سي با كومون نابيل سا، هما اللي تيديروا لهم دي كونطرا وتيمشيو يبنيو، وكيعطوهم اون بليس دو سا كيعطوهم الثقافه ديالنا، كينقلوا لهم الثقافه ديالنا المغربيه، الحرف المغربيه كيعطيوها لهم، وفي الاخير يقول لك هذاك الشيء ديالنا. ولكن انا اللي دابا ماثر فيا ان هذا مهم، انا غنحيد هذه النقطه ديال التاثير وغنمشي لنقطه اخرى، انا دابا نسيت عليها. النقطه الاخرى، واش هذيك ما نقدرش نقول عليها بلاد كما قال الاخ زريبه، واش هذيك الزريبه اشنو غنتجسوا؟ عندهم هذاك الشيء يسميوه المفاعل النوويه، واش عندهم ما عندهم والو، وقبص هو الخرب مسكين. تحياتي يا طرططه، غنتجسوا على حي بوسعاده ولا شي با كوا الخرب ديالهم. تحياتي اختي طرططه، شكرا بزاف. نعم متعصبه، سمح لي يا اخي كثرت من الهضره، انا غنزل الكبس. مرحبا نزلي اختي الكبس، نزلني الله يرضي عليك. دابا توت سويت الله يحفظك. والمغربي راه الا مشيتي تخدم في تقباط تما اخرتك غادي تشد بحالك بحال هاد الجوج هادو اللي تشدوا اليوم ويديروا لك سميتك ويقول لك جاي دير باي وسيله كانت، جاي تجسس واخا بالصباغه. دولة كتخاف من القباص ومن الصباغ. دولة، تخيلوا دابا المغرب، المخابرات المغرب كتعاون ميريكان في وسط ميريكان، المخابرات ديال المغرب كتعاون فرنسا في وسط فرنسا، المخابرات ديال ميريكان كتعاون الصبليون في وسط الصبليون، المخابرات ديال المغرب كتعاون المخابرات المغربية كتعاون الدول الأجنبية في وسط بلادها، والجزائر بجيشها مؤسستها خايفة من قباص. برافو، هذه هي الدولة صاحبي. تخليني من تخليني، الناس راه هاربة صاحبي، خايفة من واحد كيدير النقش. رضوان السلام عليكم. دابا دخلنا عليك بالله خويا، دابا الا بغينا حنايا نتجسسوا على الجزائر نصيفطوا لهم جوج قباصة. وراك دابا هادو غير جوج قباصة مسو بالوحدة الترابية ديال الجزائر، ناري كون صيفطنا لهم جوج مع المية ديال الزلاج البلدي كون راه مسو بالوحدة التبونية براسها. كون صيفطوا شي طاشرون كل بلاد مشات. وايلي طاشرون خليني رضوان، خليني شوف دابا الصراحة ديال الله، إلا بغينا نتجسسو خصنا نصيفطو شي جوج مع المية ديال الزلاج البلدي، أما القباصة ما بقاوش واكلين. لا حول ولا قوة. وترى المغربي الا بغى يعرف شحال من مره بدل شنقريحه الكوشه ديالو راه غادي يعرفها، راه سهله عليه. شي داك الثقب الاسود اللي قالك هذاك خينا اللي طلع ذاك النهار، الا بغينا نعرفوه راه سهله علينا. بقاو لنا عين صيفطوا لهم جوج قباصه ولكن سرهم. ونزيدوا اكثر من هذا الشيء، واش كتعرف بان المخابرات المغربيه انفلتري بارتو هو داك الشيء. علاش هي سميتها مخابرات؟ مخابرات راه مخابرات ديال العالم كامل كتكون انفلتري العالم كامل. سروا مرضوان، سر الحرايفيه اللي تيمشيو لتما لعندهم يوريو لهم الحرفه ديالنا ويوريو لهم الصناعه التقليديه ديالنا اللي ما عمرهم ما عرفوها، باردين الكتاف، فين عمرهم عرفوا القبص، فين عمرهم عرفوا الزليج البلدي، فين عمرهم عرفوا اشنا هي النقش على القبص. كيعرفوا النقش حتى مشاو ليهم المغاربه ديالنا. بغيت نقول لهم من خلال اللايف ديالكم ادخلوا بحالكم، اش باقين كديروا تما؟ اش باقين كتسناو تما؟ واش مبغيتوش تفهموا؟ راه مسميينكم العدو الكلاسيكي. تحياتي. اشنو باقين كديروا تما؟ راه ما تيحملوكمش، ما تيحملوناش على بلادنا وحاسديننا على بلادنا وعلى مالكنا وعلى الامان ديال بلادنا.
وعلى التقدم الازدهار اللي غادا فيه بلادنا وعلى الانجازات اللي حققت وغتحققها بلادنا. تحياتي. راه ما كرهوش نكونوا بحالهم نشدوا الطابور على الزيت والسميد. تحياتي. باي باي. سي بلال مرحبا. واش رايك صافا لاباس؟ السلام عليكم خويا بخير. السلام صباحك مليح والله الحمد لله لاباس. تفضل. بون شدينا هون كجواسيس باسكو حنا حرنا وهما جاو من بلاد الخير وكلش رخيص لتهم. كيفاش جاو يخدموا عندنا سي بور صح حنا تقلقنا قلنا كيفاش هادوما اللي يخدموا جاو من عند بلاد الخير. بلال قباص ما كنهضروش على جاي يخدم راه الا جاي يخدم راه ولد ولد الشنقريحه خدام في فرنسا دابا كيخدم شي خدمه ولد تبون كان خدام وجايب لافير في الطياره كنهضروش على الخدمه كنهضروا على قباص ولد قباص مهنه احنا ما يعني نقولوا يخدم قباص جاسوس ايه قالوا بلي جواسيس انا قلت لك باسكو نتوما بدوله متطوره احنا بلاد قديمه واش يجي يدير عندنا الجباس هذا اللي يخدم الجبس ما عندهم يجي يدير انا توسوسوا لهم توسوس من القباص تحياتي بعدا القباص الخوت القباص يعني على اقول مع كل احتراماتنا للمهن الاخرى يعني افهم مقصودي انه نتوما دوله متقدمه دوله متطوره تجيو تخدموا في الجزائر انا كجندي في الحدود هذا واش جاي يدير عندي انا دوله متخلفه دوله نظامها حكمها جيش دوله نظامها عند نظام تبوني ديكتاتوري واش جاي يدير عندي انا هذا اذا ايفيكتيفمون كي باس تروح للحبس ديريكت ولكن كيفاش انت قباص خلعك هذا هو السؤال يا اخي شوف كاين حاجه اسمها سري تحقيق راني نهضر معك سيريو افهمني كاين سري قباص كيخلع سؤال قباص ايكوت لا ما يخلعنيش الجدارمي وما يخلعنيش شوف اليوم ما يخلعنيش الجنرال وما يخلعنيش اصبر مي افهم هي القباصه تقول لي مثلا واحد صحفي جيب كاميرا غيصور نقول قباص دايزا ولا قباص جايب ماسيطه لا هذا ما كانش جايب ماسيطه افهمني يا رضوان اسمع كونك شويه ذكي يعني منطقي انه انت كتقول جباص صح تخدم يخدم الجبس انه جاب جهد المغرب اجل الجيري وشدوه في الحدود في وهران ولا في تفي بالعباس ماشي في الحدود ايه انا قريتها باللي شدوه في بالعباس وشدوه في وهران هكذا ماشي الحدود ايه ماشي الحدود حدود سي تلمسان مي انه كيشدوا حنا كاين سريت حدود ماشي تلمسان الحدود مغنيه واخا ولايه تلمسان مغنيه دايره تلمسان بعيده ب 30 كيلومتر على 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 بلادي الحدود مغنيه انت بينت لي اقصى نقطه من الغرب بصح تابعه لولايه تلمسان مغنيه وبشحال بعيده تلمسان على الحدود بعيده واحد 30 ولا 40 وبشحال بعيده وهران على الحدود واحد 100 110 111 ها واش 110 قباص دخل عند تما وخلعك ايه صح ماشي خلعني افهم يا رضوان انا دوكا كي شديتو لقيتو بالك يخدم مهام اخرى مي كي سقسي على المهنه ديالو انت مثلا قولوا انت صحفي دخلت للجزائر ما على باليش درت عفايس ماشي ملاح لي تبين انك ان عندك نيه الجوساسه مي بصح كي شديناك سقسي رضوان في روحو واش خدمتك تقولنا صحفي ويطلع واحد اخر مو مغربي يقول بلي انا صحفي وخلع البلاد نو الفو اتر شويه انتيليجون كاين دي ماروكا كاين جباسين كاين القباسين كاين دي مينويزي كاين كلش مي بصح جامي قلنا بلي هذا جاسوس مي بالك انا قلت لك غير شهر هادي شديتو عاوتاني واحد القباصه وحدين اخرين شهر ما كانش شي قباص هذاك لا ما كملش يا اخي شوف خليني نقول لك حاجه اصبر شوف يوم المحاكمه نهار المحاكمه باردون نهار الاربعاء عاوتاني شديتو ثلاثه ديال الجليجيه مغاربه اين نهار الاربعاء اسمح لي منش نقولوا بلي المغاربه ماش نشدو فيهم كاين مغاربه ما يدخلوا بصح انا نشدو هادوما اللي تجي يدخلوا على الحدود ولا اللي كانوا في وهران وبلعباس انا كنشوف عندكم كل الاربعاء والجمعه كتشدوا المغاربه هاهما كيدوزوا في التلفازه من جنسيه كنا نشدو في ازلا كنا نشدو الارهاب في الصحراء ولينا نشدو المغاربه درك هادشي اللي كنشوفو يا اخي انا باش نكون صريح معاك شوف انا نكون معاك صريح يا كاينه حاجه انه النظام الجزائري يكره كل ما هو مغربي تطاوق قدمه اراضي الجزائريه حاجه ثانيه انه كاش ما كاين وانا نقول لك لسريه التحقيق استنى نهار المحاكمه ان شاء الله الجلسه تكون علنيه ولكل مقال مقال يكون تحياتي بلال شكرا حبيبي تحياتي وما عندنا الشك انه الدوله الجزائريه بكل مكوناتها بطبيعه الحال كنهضر على الدوله كتكره الشعب المغربي هذا راه واقع حنا راه ما عندناش تبون قالها بفمو قال لك هوك وشنقريحه قالها قال لك العدو الكلاسيكي ووزير الداخليه قالها قال لهم جار السوء يعني ما عندناش
شك أنه مكونات الدولة الجزائرية كتكره المغاربة. عادي عادي جدا، هذا واقع ما غاديش نكروه، فهمتي؟ ولكن حنا المغاربة عندنا وجهة نظر ثانية، حنا المغاربة عندنا وجهة نظر ثانية. المهم ما علينا، نبقاو في القباص اللي كيخلع بطبيعة الحال. ناخذ سي محمد، تحياتي لخوتي القباصة، والله العظيم إلا شوفوا القباصة برافو عليكم المغاربة، إلا كان قباص جاسوس برافو. السلام عليكم. السلام عليكم، تحياتي. شوف رضوان، حنا أقوى مخابرات في العالم. اتفق معك. حنا ماشي غير واحد وظلمناه، بالك ماشي بالك ماشي قباص، بالك جاسوس. يا ودي بلادك اللي قالت قباصة صاحبي. وهو يقول هو كي يقضبوا على كاش حاجه ولا يروح بالمهنه عشاله. هو اللي قال وبلادك قالت يمتهنون مهنه الجبس، ماشي قالت بانه قال انه يمتهن الجبس، بلادك قالت يمتهنون مهنه الجبس. كاين فرق ما بين قالوا وما بين قلنا. تفضل. شوف شوف رضوان، هما كيقضبوهم قال لها انا نخدم الجبس، صاوب بالك يخدم جاسوس. يعني كون قال كون قال لي وانا خدام في تجلاجت غيتيقوه. شوف شوف، حنا 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 ما نظلموش، حنا يا رضوان حنا ما نظلموش الناس. اسمح لي، دابا قالوا كلشي قالوا، دابا فرضنا دابا شدوهم البوليس وقالوا لهم حنا حنا اش كنديروا، قال لهم حنا كنبيعوا التليفونات، عندكم البلاد مترعه لهاد الدرجه ما على بالها حتى حاجه اللي قلنا لها تيقوا. حنا عندنا الضوء والغاز. ويلي، حنا عندنا حنا عندنا الضوء والغاز. ما عندكمش. كاينه، عندك الحق، عندك الحق. وراكم الموت تدخل تحت الحمام جدك افريرا. نتوما خصكم خصكم قل من القباص، ما القباص راه شرف ليك انه يتجسس عليك القباص. هذوك اللي اعتقلوا المغاربه بحال هذا، هذوك عناصر المخابرات اللي اعتقلوا المغاربه بحال هذا، بحال هذا، بحال هكا دايرين عناصر المخابرات ديالهم والعملاء. اي قد هكا العقل، العقل قد الثومه. عندهم السيرفوني بلاصه لا سيرفيل. فوالا فوالا، داك المخيخ، داك المخيخ اللي كاين هنا صغيور هو اللي عندهم هما هنا. الناس عندهم المخيخ هنا والمخيخ. مخابرات الجزائر عندها العكس، عندها هذا المخيخ اللي كيكون هنا صغيور عندهم هنا. قال لك عندنا الغاز، هذه بلاد اللي قالوا لها قال شدوهم كيفاش خدامين، خدامين في تجلاجت، قيد له تجلاجت. بلاد هذه اقوى منظومه قال لك في العالم. يا حسره، ما من هنا وحق الرب العظيم. ضحكه شغي، ضحكه هذه بلاد ضحكه. انت لست مغربي، تو عليك يا خامج، تهضر على الناس وتهضر على الجزائر وتهضر ترميت لا غنوي. شوف عينيك، اخزر في وجهك، تفو كلب خامج. حجه تفو عليك، حجه. انت لست في مغربي ولا لست في جزائري، انت صهيوني، تعلمت اللهجه في جامعه اسرائيل. تفو عليك يا الخاين يا خامج، تسقط اسرائيل، ما هي الا احتلال. المقاومة جايك بحقها، يا كيغميت لا غنوي، شوف عينيك، خزر في وجهك المرايا يا رخيص، كرك حشمان ومخبي، تفو عليك. حجة تهضر على الجزائر انت؟ تهضر على الجزائر انت؟ بلا بلا، زعما انت صغيور، زعما انت صغيور يا الشارف يا الأعمى، قول لهم بلي ما تشوفش، باش يجوا لك، وين راك؟ يجوا لك ويقتلوك الجزائريين، يقتلونك، ايه يرموا عليك لاصيد ويقتلوك. خمم مليح شكون انا؟ خمم مليح. انتي فو عليك يا كارميت لا غنوي. شتو محمد، واش تي القباص عند من غتمشي؟ خويا القباص، اختي القباصه، شفتو عند من غادي تمشيو؟ شفتو دابا شتو؟ هضروا بنفس الطريقه خويا رضوان ولا ما هضروش؟ هادي دابا مع هذا اللي داز بنفس الطريقه تكلموا. صافي هانت، ها هو ها هو داك سميتو علاش كنت كتهضر. هات هاتهم هاتهم، انا مالي راك سيرفولي، وريهم وريهم المخيخ فين كاين. شحال فيه شحال فيه؟ عاود في سنتيم. ها هو ها هو هادي داك، عندهم شي مخ الجزائري هو المخيخ قدك.
واحد والمخ واحد. شوف المخ قداش، وريهم المخ كله قداش. ها المخ هذا درس ديال 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 ديال, ديال السيونس. هذا هالمخيخ ديال هاد الجزائرية والجزائري اللي طلع فوق منها. ليلي داكشي ديال الابتدائي. وشوف اصلا هذا الدرس باش تعرف، ها علوم طبيعية للسنة الرابعة، ها ها ديال الابتدائي. هادشي حنيني انت، ها انت شوف. ويلي على الفقصة مع من حنا، ويلي على عناصر المخابرات مع من حنا. بزاف عليكم نصيفطوا لكم قباص، خصنا نصيفطوا لكم ابرونتي قباص، يعني قباص متعلم. ما القباص متعلم راه كنقولوا لهم، كنقولوا لهم حنا في اللغه ديال الحرفيه المستعلم، ماشي المعلم، غير المستعلم. اما المعلم راه كراد ديال الجنرال في الجزائر. القباص سير المغربي خويا، سير المغربي خويا، سير اخويا، سير اخويا المغربي، سير قدراتك، سير باش تقيد لك الجو شاشه. السلام عليكم. سير المغربي باش تقيد لك الجو شاشه. هادو سي نورمال، بلاد بلاد صاقها شوشاع. اش بغيتو؟ بلاد صاقها شوشاع. السلام عليكم. السلام عليكم يا رضوان. احبابي خويا صح، ما تجوش عندنا، ما تحقوكمش. لا نجيو، لا غنجيو، روحوا تقودوا بيكم بالملك تاعكم، روحوا تقودوا كيما. وريه المخيخ عاوتاني. هاك برافو، والله الا قريب. وريه المخيخ، انا باش نوريكم. اللي طلع فيكم وتكلم غادي نوريو له المخيخ. انا لقيت واحد الصوره اخرى اكثر وضوحا. ها هو هذا الصغير هذا شو المخ قداش؟ شوف شو المخ قداش؟ شتي؟ ها المخيخ، هذا الغوز هذا، ها هو ها المخيخ، ها هذا ذاك، هذه ديك البصله ما سميتها، هذيك البصله، هي ديك البصله السيسائيه، البصله السيسائيه. هذا المخيخ، هذا ذاك الدماغ المتوسط مع الجسر، هذا هو هنا. ها غير هذا الصغير، ها هو ها الجزائري قدك. هالجزائري يا الاخوان، هذا باش كيفكر صافي، هو هذاك باش كيفكر. يتسمى بالفرنساويه السيرفولي، اصغر من ما صالح لوالو، صالح غير لا موتريسيتي، ما صالح لوالو غير يوقف ويجلس. الجزائري خويا الجزائري عنده وقف وجلس، هذا عنده هنا كل شيء من الرئيس. انا كنبغيكم ماشي كنسبكم، ولكن راه الواقع هو هذا. اش غندير لكم انا؟ تا بلادك خالعه ابرونتي صب ابرونتي قباص، اش غندير لك انا؟ اللي خسر، اللي خسر الهضره دوان نجبدوا له المخيخ. سالينا مازال غنجبدوا له حاجه اخرى. دابا خليوني في المخيخ، كاين شي حاجه صغار من المخيخ. مخيخ راه قد هكا. استغفر الله. وبلاد هذه اخي تخاف من قباص. شكرا الخوت، تبارك الله عليكم على الدعم ديالكم. كبسوا. السلام عليكم. قباص اش غيدير عندكم في الجزائر؟ المعلومات اللي غيجيب لينا. السلام عليكم. سلام خويا رضوان، واش راك؟ الله يحفظك حبيبي، مرحبا بك خويا. الله يسلمك. تفضل خويا. الله يزيد فضلك. يا خويا واش غنقول لك انا رضوان؟ انا راح نقول من المنبر تاعك اخويا، راح نقول للنقوشه واللي يخدموا لافاسات الجيبسيه بلاطريه، راهم يقولوا لكم يسمى خلاص غير ما زيدوش تجيو. ما هما راهم يقولوا لهم هكذا. حنا اخويا حنا راه مرحبين عندهم، وانا راه مخدموا معايا جماعه، يعني الناس يعني محترمين وناس ما شاء الله. كيفاش انت مخدم معاك النقوشه؟ ما فهمتش انا هادي. اللي يخدموا لنا اللي سكيلتي كيما نقولوا حنا. اللي كيدير لا سكولتور يعطيك الصحة، فوالا خدمتهم زينة، يعطيهم الصحة، الناس خدامة على شرهم. بصح واش هو كاين هذو الناس اللي دخلوا في وسطهم هما اللي صمتوا لهم الحالة خويا رضوان. دابا بيني وبينك اخويا قباص كخدام عندك في الجزائر يخدم معايا، ما يخدمش عندي، يخدم معايا. أي دابا راه معاك، شنو يقدر يجيب لنا من معلومات مثلا للبلاد؟ انت بلادك ما كاين والو رضوان خويا. اي انا عرفت ما كاين والو، شنو المعلومات اللي غيجيب لينا مثلا؟ لا ما كومش انتوما يمدوهم لجهه اخرى خويا رضوان، اسرائيل
بالك بالك اسرائيل اللي احنا عندنا في العدو اسرائيل شنو المعلومه قدام جهه القباس القباس المغربي القباس المغربي شنو شنو المعلومه اللي غيعطي لاسرائيل مثلا الجاسوس الجاسوس باش يفهم خويا رضوان يقول لك يجي يدير سبب اللي راه بلاطري هو مش بلاطري طرول خويا رضوان اوكي واخا ها احنا دابا صيفطنا لكم صيفطوا لكم اسرائيل قباس ايوا المعلومه اللي غيجيب لينا مثلا ومنين غيجيبها لينا هذه المعلومات واش هو قباس في قصر الرئيس الجزائري بالك يقدر يصير اه ممكن يكونوا قباصه في عند عند تبون في الج... وعلاش ما كاينش قباصه جزائريه اللي غيجيب قباصه مغاربه لا لا كاين خويا كاين بصح كاين ثاني قباصه مغاربه يخدموا ثاني ما شاء الله خويا رضوان ويخدموهم الجزائريين انا مازال ما تفهمناش مازال ما جاوبتينيش شنو المعلومه اللي غيقدر يجيب لنا هذا اللي غنصيفطوه حنا جاسوس وغنقول له دير راسك قباص ودي معاك البلوزه البيضاء والسطال ديالك بطبيعه الحال ودي معاك خنشه ديال القبص ودي معاك المسائل ديك اللعيبه والسرير ودي معاك السرير علق معاك السرير ودي شنو هاد المعلومه اللي غيجيب لنا حنا القباص دابا هذه اللي بغيت نفهم تقدر تكون معلومات من جهه تصاور من جهه تعفيس منك كاين قدام حاجه رضوان الجاسوس ما تخفاش عليه حوايج بزاف ما بالك كنا نحكي لك ما تفهمهاش بالك كنا انا مانيش فاهمه بالك انا مانيش فاهمه بالك تاني ما تفهمهاش خويا رضوان فهمتني كيفاه تصاور ديالك دابا ما فاهمناش تصاور ديالك ما تقدر تكون تصاور ما لاباليش انا تما مناطق حساسه بالك تجيش بالك هذيك راك تعرف علاش نتوما دابا المناطق الحساسه كيدخل الانسان يصورها عادي بالنسبه لكم نتوما اوا حنا علاش حنا الجزائريين ما تقدرش تصور فيهم وغيجي مغربي قباص غيصور يقدر يقدر بيسر هو نشوفوا نهار الجلسه تاعهم تثبت يا تثبت البراءه تاعهم يا تثبت الادانه تاعهم وحنا مازال قال لك راهم في ذمه التحقيق خويا رضوان تحياتي اخويا تحياتي حبيبي شكرا جزيلا لك يعطيك الصحه خويا رضوان الله يجيب الخير ان شاء الله الله يحفظك خويا الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك مشكله السلام عليكم هذه جديده هذه ديال تكباس عاوتاني وحنا كنقلبوا على القباصه ما بقيناش نلقاوهم تنقولوا فينا هما كلهم مشاو للجزائر واخوتي القباصه كنتو في السعوديه مدخل للعاقه امن من السعوديه للجزائر صاحبي واش نتوما بعقلكم القباص كان في السعوديه والامارات كيدخل الزبابل ديال الفلوس وعندي في العائله في العائله كانوا كيشدوا مارشيات كبار في العائله من السعودية صاحبي كتولي تمشي ولا العائلة أنا ما مشوش للجزائر من السعودية تمشي أخويا للجزائر مسطي تا واش من العاقة تمشي تخدم بالدينار وما تخرجوش معاك حق ربي والله إلا واحد السيد من العائلة تخي تخي بخوش قاعد تخي بخوش بزاف 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 راجل خالتي كيش مارشيات في السعوديه دابا انا كنتخيلوا هذاك وكان كيمشي لمارشيات كبار وكان دابا هذاك يدي الدراري ديالو يمشيو يخدموا في جاب الله كبر 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 دار شي كدا 80 عام تحياتي ليه ضرب العقل الله يجعل البركه يبقى يمشي يضرب معاكم بالدينار السلام عليكم مخدم بالدينار صاحبي اه ممشي ممشي كبسوا الخوت كبسوا كبسوا قباص تورات ما عرفت فين طار بلاد هادي خوافه صاحبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك خويا مرحبا بك انا خويا رضوان هاني ياك كلشي مزيان الله يحفظك اخويا مرحبا بك خويا وكي داير مع هذاك راغله اخويا لا خاب كي شفته مع الجزائري حيت كاين اللي كرهو كاين المهم انا كنعرف الجزائري هو اخويا انا بالنسبه ليا اخويا كاملين كاملين طربيه وحده لا 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 دابا غير باش تفهم الكرغولي راه ماشي الطربيه الكرغوليه هي اللي كتلقى الجد ديالو تركي ماشي كلهم اللي كتلقى لي اخويا ماشي كاين اللي كتلقى تركي كاين اللي كتلقى عربي زيد ماشي كلشي ماشي
ماشي مشكل. بالنسبة أخويا القباصة وهذا، أنا بالنسبة لي من الأحسن ما بقاوش يمشيو. دابا كيفاش يمشيو؟ دولة علاش خلعها القباصة؟ وأخويا دابا هي كتخسر مع المغرب دبلوماسيا، خاسرة عسكريا، خاسرة اقتصاديا، محاصرينها من جميع الدول. واش بقى ليها؟ بقى حاجة وحدة هي تبقى تتعدى على المدنيين والمغاربة. صافي هادشي اللي كاين. الله يسهل عليك اخويا رضوان. ولكن شي مرة اخويا طلعنا عرفتي شحال حنا متابعينك اخويا والو. بابي خويا. الله يسهل عليك والله يخلي لك الوالدين الله يحفظك. يا انت اخويا انت. واحد التورة توقيلا مسكين طيروه. مشى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رضوان. لاباس خويا. لاباس عليك. الله يحفظك. هاتي خويا راك قتلتيني بداك ديال المخيخ. اخويا راه المخيخ راه المصيبة خويا رضوان. راه وحق الرب وحق الرب باش اللي ما عندهم المخيخ. المخيخ كينوض لهم من العيد كبير لعيد كبير حتى كياكلوا داك كياكلوا هما داك اللي كيسميوه هما كيسميوه بوزلوف والراس. عاد كنوض لي مخيخ دابا والله ما عندي شي واحد فيهم المخيخ دابا بالله العلي العظيم. شوف اخو رضوان بغيتك تطلع لي التراث بغيتك واحد اللعيبه غادي تشبع ضحك مزيان. ولي جبد لينا داك الفيديو ديال اونطوان دو ماكسيميم اللي كان مشاد في ليميسيون ديالو. لا لا باش خليني في القباص الله يرحم باك خليني في القباص. وعلاش عرفتي علاش شنو عندها علاقه بهذا الشيء اخو رضوان؟ باش تعرف كيفاش كيشوفوا هما الجاسوس اصاحبي. راه كيفاش كيتخيلوا الجاسوس؟ راه هذاك اونطوان راه كيضحك عليهم فاش قال لي مسيو انكونيتو فاش دار بان لي واحد خينا كرشو خارجه ولا بالشورت وصنداله. قال لي هادشي دابا هو كيضحك عليهم اصاحبي. قال لك قال لك شوف هذا مسيو انكونيتو زعما راه داير باش ما يقشعوش ما يعرفوش. كيبان لي من بعيد وكرشو خارجه ولا بالصنداله والشورت وشاد التليفون كيعيط للاداره. دابا تخيل الناس كيفاش كيشوفوا الجاسوس. هادشي بغيت نقول لك دابا الناس كيفاش كيتخيلوا الجاسوس عندهم غادي راه كانت خصو يوري لك هذه ووريك حتى ديك الاخرى ديال الدحاديح ديال الحلقه الاولى ديال الدحدوح عقلتي ملي كانوا بينو ديك خيتي اللي باركه في الديوانه مع الديواني باركين في الطوموبيله وكيتسناو في الطوموبيله جايه هما كيتسناو فيها في الطريق وهي جات قدامهم ومكملات دابا بينو وبين هزي الحشيش من المغرب من المغرب بينو وبين الديوانه الجزائر وداز الشهاده الرسميه الجزائر تراث خويا الميكرو الله يرضيك الديوانه الجزائر مصورينها ومدوزينها في التلفازه اش لقاو طرف ديال الجليج خارج مخرجينو قال لك مخرجو مغربي. شفت هذيك كارثه كارثه طرف ديال الجليج والله تا كارثه بلا دابا هما كيفاش كيشوفوا كي النظره ديالهم للجاسوس كيفاش داير دابا باش تفهم باش تفهم الناس كيفاش كيشوف. انا وحق الله العظيم كنت واحد الوقيته كنت كنقول انا كيضحكوا على الشعب كينوموا في الشعب بهاد الحوايج هما كينوموا بصيفره بشي حوايج اخرين ولكن بهاد المساله ديال التجسس والخوف افيهم اخويا داخله فيهم في الدم ديالهم راه كبرين في الدم. كيفاش كيشوفوا الناس كيفاش كيشوفوا الجواسيس عندهم واحد عندهم واحد النظره في شكل. واخر حاجه حو اخو رضوان غنطلبها منك الله يحفظك عندك 31 نسى اخويا الله يرحم لك الوالدين كنت باغي نقول لك ديك النهار لا غنتفدوا 31 ان شاء الله الشمع اخويا الشمع الشمع الله يرحم لك الوالدين غدوز حلقه هذيك شوف هذيك ما نقولش كادوز هذيك كنا الشمع نشعلوا الشمع لان خصنا نامنوا بانهم غيقطعوا لنا الضوء خا ما يقطعوش لنا نامنوا حنا بانهم قاطع لنا الضوء سي بون صافي رضوان عندك هادي ونهار غيطيح الصاروخ كلنا نبقاو اللي عنده شي معلومه شوف ماشي الصاروخ الصاروخ كيقولوا هما بالسين كيرقوا مزيان ديك الصاروخ فهمتي حيت كاين الصاروخ وكاين الصاروخ وما عندهم الصاروخ ما عندهمش الصاروخ تحياتي اخويا الله يحفظك يلاه برضو الله يحفظك وانت المخيخ تاعك راه في عينيك انت المخيخ انا غنوريك انت المخيخ با تفرج في المخيخ لتحت ها تفرج في المخيخ من التحت ها مخو كتب له المخيخ مخ البشر الانسان مخه قد هكا هذا مزيان هذا حسن مخ الجيش الجزائري والمخابرات الجزائريه عندها زوميليا عندها المخيخ ها وانتم كما كتشوفوا دابا هذا هو الدماغ ديال النظام الجزائري هو داك اللي لتحت هذاك حتى هو وانتم شفتوا شابدوا لكم كوردون الله يرضي عليك هكذاك هذاك هذا هاد لابارتي هادي كتسمى المخيخ بها كيفكر النظام الجزائري عنده جهه قسم لي قسمها قرب لي زوم لي شي شويه جهه الفوقانيه فيها المروك كما كتشوفوا معايا
هذاك الطرف الفوقاني فيه المروك مقسوم على جوج. جهه كاين المروك اي هذيك الجهه فيها عمر هلال بلاتي جنب اليمن عمر هلال لا الفوق 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 هنا اياه حداها كاين ناصر بوريطه لا الوسط 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 هنا الوسط 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 الفوق 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 هنا هكذاك تما 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 حداها من الجهه ديال سبته كاينه سبته هنا ما كاينه سبته جهه الرباط كاين المخزن جهه الرباط المخزن المخزن هنا المخزن تما وديك لابارتي التحتانيه كلها فيها الصحراء الغربيه النص الحداني هادشي كله فيه الصحراء صافي 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 هذاك النص التحتاني كله فيه الصحراء الغربيه هاد الخط هنايا وي هذا مخ النظام الجزائري هذا المخ في الجزائر هو عباره عن مخيخ ولكن في الجزائر كيفكروا به اما البشر العادي الناس العاديين تقدر تورينا مخ الانسان العادي ايه ها هو ما هو ما هو كله مخ الانسان العادي تبارك الله عليك اسويفا 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 تحياتي زغلول شكرا الله يحفظك السلام عليكم خويا السلام عليكم مرحبا بك خويا رضوان واش راكم زغلول الله يحفظك مرحبا بك خويا الله يبارك فيك خويا مرحبا بك خاي تحياتي خويا تفضل حبيبي راك تقلي راك تقلي كي المايس ها خويا خوتي دابا تما مشدود وصفت لنا وصفت لنا عقل المغربي كيفاه داير وصفت لنا عقل العياشي هذا اش راه في عقل وعقلك انت يا اخوان كارلوس الحسن الثاني الله يرحمه عاديش غتعرف انت الحسن الثاني تعرف خوار كارلوس تاش كتعرف تاش كتعرف واش تعرف الوقت اللي كان الحسن الثاني الله يرحمه مالك فين كنتي انت اصلا الوقت اللي كان الحسن الثاني مالك رحمه الله عليه انت مازال ما كنتيش دوله مازال الجزائر ما كانتش دوله مازال كنتي كدير الاستفتاء الحسن الثاني رحمه الله عليه حاكم بلاد مالك ديال بلاد انت مازال جدك ما دارش وي او نو جبد لي الورقه ديال الاستفتاء الله يحفظك نوريها له انا كنت موجد لك الحسن الثاني الله يرحمه شنو قال عليهم هو انت تعرف الحسن الثاني مازال ديك الساعه جدو هو باقي الله غيدير الاستفتاء الا بغيتي الورقه ديال الاستفتاء نجبد لك الورقه ديال الاستفتاء ماشي مشكل جبدها ليا جبدها ليا جبدها ليا دولة تخاف من قباص اخواني الكرام وسويفون دولة دخل عليها قباص ودار الجوساسة كبسوا اخوتي كبسوا 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 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وسويفون دار السيفتا اخويا بلاتي اخويا نشوفوا هذا الاخ ولا الاخت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اخويا رضوان تحياتي خويا مرحبا بك خويا تحياتي مرحبا الاجواء الحمد لله الحامدين الشاكرين تحياتي خويا الغالي العزيز الغالي الله يحفظك حبيبي تبارك الله عليك والله يا خويا رضوان بعدا عجبني في الجزائريه انا كنقول لهم غير الحقيقه والله الا عجبني في الجزائريه والله انا غير الحقيقه الله يكتمن مثالك هادشي اللي نقول لك اخويا رضوان لا خويا الله يقللهم الله يكتمن مثالك وحق الله العلي العلي العظيم الله يكتمن مثالك الله يكتمن مثالك الله يحفظك حبيبي تحياتي خويا عمر عرفتي عجبني فيهم واحد العجباني انا ما كنت ما نحايرو ما نسبوه خويا احترم تحياتي خويا عمر تحياتي حبيبي وسويفا اذا اخواني الكرام الجزائر تلقي القبض على قباصين مغربيين بتهمة التجسس بأي وسيلة كانت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أسويفا استغفر الله العظيم أي وسيلة كانت أنا ما فهمت ديك أي وسيلة كانت كيفاش السلام عليكم
شكرا اخوت على الدعم تبارك الله عليكم. سمحوا لي راه ما كنقراش لي ميساج ديالكم، ما كنقراش زعما السميات، ولكن شكرا بزاف. قضيه فيها الجوساسه اليوم وسويبا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم السردون. تحياتي مارشميلو الله يحفظك. تحياتي التراث. الله يحفظك اخويا مرحبا بك. تحياتي مارشميلو الله يحفظك اخويا. هادو بالي هادو كيفكر عندهم واحد التفكير بحال دوك المسلسلات التركية القدام ديال 2010 كيبان لهم جواسيس راه كيشطب الزنقة ولا راه كيجرز الزبان ولا شي حاجة. قباص راه جاسوس. هادشي اللي نقول لكم وصافي. تحياتي خويا. تحياتي اخويا. تحياتي حبيب. تحياتي. القباص. هاي اللعيبة اللي قلت لي هاي وجدتها لك هاي موجودة. أنت أنوريوها الأخ نوريوها الأخ. لقيت اللي كان الحسن الثاني الله يرحمه كان ملك ديال البلاد، الجزائر كانت مازال كتستعمل هاد الورقة. وي أو نو. هذا ديال الريفيرندوم. d'autodétermination du 1er juillet 1962. Le référendum de l'autodétermination, يعني استفتاء تقرير المصير. اش من عام اخويا؟ 1962. اش بدلوا الحسن الثاني رحمه الله عليه؟ اش من شهر؟ اش من شهر؟ بلاتي اش من شهر؟ اش من شهر؟ 1962 جبد له الحسن الثاني رحمه الله عليه وقتاش ولا ملك الله يرضي عليك. وقتاش ولا ملك جبد له الحسن الثاني الله يحفظك. واخا جبد له باش ما يقولكش انا كنعطيكم غير اللي كاين، انا كنعطيكم المعلومه كما هي، انا ما كنقول كنزيد ما كننقص، المعلومه كما هي تاخذها من عندي اخويا كما هي. عقل معايا على جويي 1962، عقل معايا على جويي 1962. الحسن الثاني بن محمد بن يوسف العلوي تولد في 1929 ومات الله يرحمه في 1999. ثاني ملوك المملكة المغربية بعد الاستقلال والملك الثاني والعشرين شحال 22 للمغرب. لا لا سير له الشهر، سير له التاريخ. تولى حكم المملكة المغربية خلفا لوالديه الملك محمد الخامس 26 فبراير 1961. عاودها ليه. تولى حكم المملكة المغربية خلفا لوالديه محمد الخامس في 26 فبراير 1961. عاودها ليه. في 26 فبراير 1961. شدتني الضحكه انا بالفرحه دابا صحت كيفاش. شوف راه كاين المخيخ خصك تعاودها وتعاودها وتعاودها وراه كينساها دغيا. يعني باش كان الحسن الثاني رحمه الله عليه ملك ديال المملكه المغربيه، كان جدك خويا الجزائري الله يخليك لي انا كنحترمك انا ماشي كنسبك، ولكن واحد الحقيقه حنا كنقولوها الواقع التاريخ هو هذا، باقي ما دارش استفتاء تقرير المصير واللي دارته فرنسا كهيبه منها للجزائر، كهيبه من فرنسا للجزائر استقرار. راه الكارثه اخويا رضوان راه مكتوبه هنا، هل تريد ان تصبح الجزائر دوله مستقله متعاونه مع فرنسا حسب الشروط المقرره في تصريحات 19 مارس 1962؟ يعني اذا قبلت راك غادي تولي دوله متعاونه، ما قبلتش غادي تبقى مستوطنه. فيك فيك. راه قلت له هيبه، راه قلت له هيبه اخويا. وي هيبه. هي انا غير شرحتها لك بالعاني بهذا الشيء اللي مكتوب هنا. تحياتي. نرجعوا لعند الاخوان ديالنا بطبيعه الحال، قلت كنهضروا اليوم على الجاسوسين القباصين المغربيين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك سيدي. وبيك يعيشك. علاش مازالك لا ما فهمتش علاش يجوا يخدموا في الجزائر والمغرب عندها كلش يعني وما شاء الله يعني هم مصيفطين جاسوس. علاش يعني انت تعرف انهم مصيفطين جاسوس؟ تماما متفق معك. يعني انت تعترف؟ هي خلاص انا دينا اعتراف من فم سير رضوان انهم باعثين جاسوس. ولكن واش ما كيبانلكش انه تقليلا منك لما الدوله غتبغي تصيفط
جاسوس قباس هو ماشي حتى جاسوس ولا الجاسوس لازم يكون جينيرال بر صبر هذا راه بالعكس الشرف لينا انه يكون عندنا القباصه جواسيس ولكن قليلا منك انت كدوله غريبه يجيك جاسوس مش تقليل الجاسوس ما راش يقدر يدخل بصفه رسميه الجاسوس ماشي يقدر يدخل جاسوس يقدر يدخل بجباس يقدر يدخل انسان حفار يقدر يدخل يخدم في مزارع الفراوله عادي واش غير شنو المعلومه اللي غيجيب لنا القباس مثلا والله ما على بالي المعلومات وما لا راكو لاهيين بينا دوك راكو لاهيين بروحكم علاش ما هضرتش على الانسان شنو المعلومه صبر شنو المعلومه اللي غيجيب لنا القباس ما هناك المعلومه شفتها لاش زيفطتو انتم اصلا ما كنتوش دوله باش يجيب لكم معلومات انتم راكو اصلا صافي اسويفا كشمان والله الا اللي عرف العقل الجزائري وكنحترمو بزاف هو عارف مشاكره جزائري وعرف كيفاش يبردع العقل الجزائري طيلة سنة ونصف بالماتش يتعاود والله العظيم تحياتي السلام عليكم السلام عليكم اختي مرحبا بك ايوا خويا عرفتي ديك لاماتشيغ غريز هما ما عندهمش غريز هما عندهم ماغون جاية موخ بخرا الرو نتيني ممكن خويا رضوان لاحظت واحد القضية هاد الايامات غيبقاو يعاودوا هاد الشيء بزاف دابا هما خافوا من ديك من الرأي العام وديك شو يقولوا غادي يهزوهم ويجريو عليهم داو لهم اللعبة في الجعبة انخلعوهم ونوضوهم جواسيس باش يهزو خلعهم ويضركوا زلافتهم يخويو علينا البلاد راه غير البارح والبارح خرجت واحد الفيديو ديال واحد السيد جزائري شفار هارب ولابس المايو ديال المغرب وتيصور فيه زعما شوف يا لا والله ما شفتو داروها زعما ها نتوما شوفوا المغربي راه جا شفار وتيجري والفيديو كاينه صوروا فيه ماشي تبعوه شدوه نون كيصوروا فيه شفار هذه البارح ولا ول البارح اليوم شدينا جوج قباصه وديك راه هادي واحد ثلاثه السيمانات شدوا وغيبداو يشدوا باش يخلعوهم فهمتيني عرفتي الكارثه انا اللي دابا متخيلاها حيت ملي كلشي كان تيقول لهم خوي المغاربه ما بغاوش يخويو هما ملي غيبغيو يهزوا قلعهم ويدخلوا في حالاتهم منين غادي يجيبوا العمله الصعبه باش يدخلوا بها المغرب ما عندهم اصلا بعدا كاين شي عمله صعبه في الجزائر ايوا كاين المغاربه ديالنا كي غادي يدخلوا فلوسهم اللي خدموا تما سنين هادي ولا كضرني كاين شي وحدين كاينين عايشين جي سنين هادي انت متيقه زعما متيقه واخويا ملي تشوف شي شويه ديال القبص وشويه ديال الجليج عنده تتقول مغاربه بكري هادوك بكري مغاربه ديال بكري قبل 2019 كانوا المغاربه علاش حيت الجزائري معكاز ما كيخدمش وما كاينش الحرفه تما كاينين لي شونتي ماشي ما كاينينش كاينين المغاربه وكاينين الشينوا وكاينين الدول اللي كيخدموا بطبيعه الحال اللي عندهم الحرفه الجزائري 70 اورو د الشوماج الا خداها في لافين دو مو الله يجعل البركه لا ما عندهم حرفه هادي معروفه ما عندهم الحرفه ويلي هذيك المسجد الاعظم ديالهم بغاو يديروا بحالنا عيطوا على المغاربه كله بناه ليهم والله الا باقيين مسجدين تما غير يشوفوا كيديروا يهربوا ينفذوا بجسهم راه ماشي غيوليو غير جواسيس راه خليها الله وصافي الكاجيبي غتولي خدامه تما يحتاجوا لا كاجيبي لا سكوتلاند يارد هادو بارك عليهم ما يتكباست تجليش تدلاش خويا رضوان نختم معاك راهم سهروا عرفتي السهره شداتهم سهروا ولاو بحال ديك الكلب المسعور غير تينبح با 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 بالنهار وما طال سهروا ما عرفوش شنو يديروا بقاو يقطعوا بقاو يخرجوا بحال عند تونس وموريتانيا ويقطعوا في الحوايج ديالهم صافي سهروا الله يعاون بسلامه جزيلا وغير وعدك تبون شنقريحه او الله ما غيجاوبكم شي واحد من 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 الدوله المغربيه
شي راه باغي يجاوبوكمش. شدوا قباس، شدوا كيبيع الزريعه، شدوا اللي درتو شي المغرب في او في او. نجيك من الاخر باش تسين شي واحد يجاوبكم، ما كاينش اللي غيجاوبكم. انا نقول لكم طوع عليكم على بلادي وانا كنعرفها، اللي غيجاوب معاكم ما كاينش. كاينين المغاربه في لي ريزو سوسيو، دبرتي عليها مع المغاربه، فكها مع المغاربه، سالينا. اما رسميا الناس كتبني يا صاحبي، الناس عندها عندها الحفله العام الجاي، مسوقاش لك، مسوقاش لك، الناس محتفله العام الجاي. تخيل العام اش غيدوز فيه ان شاء الله الا بقى الضوء، غندوزو فيه كاس افريقيا للنساء، كاس افريقيا للنساء، غندوزو فيه كاس العالم للفتيات، غندوزو فيه كاس افريقيا للرجال. واش كتظن انه شكرا بزاف، الله يحفظك خويا زغلول. شي الملعب راه صورت واحد الفيديو ديال ملعب مولاي 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 الحسن، تردم اخوتي تردم. تخيلوا ملعب، ملعب ملعبات بون، ملعب والله ما بقى، ملعب مردوم ديزون، غيدور ب 25000 وماشي غيلعبوا فيه، وغادي الفتح الرياضي. كتظن انت غيجاوبوك دابا الناس اللي ردمت بلاد باش تعاود تبنيها فعامين، غيجاوبوك انت؟ تبارك عليك يا قباس صباغ. تحياتي لهاد الناس هادو بطبيعة الحال، لأنه كيقوموا بواحد العمل كبير. جليجي إلا بغينا نكثروا معاك غنوصلوك المود الدروكري كاع، نصيفطوا لكم مورين الدروكريات. شي إلا بغينا ندخلوا للمرادية الدروكري كنقولوا في الجزائر هي لا كانكيغي، لا كانكيغي، حيت الجزائر خصك تهضر معاهم بالفرنساوية، الدروكري كنقولوا احنا في المغرب. استغفر الله العظيم، بلاد هادي يا صاحبي، بلاد تتخاف من قباصة، لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم داود. نعم الو، السلام عليكم. مرحبا بك سي داود. اسمح لي راه والله العظيم راه كي داير خور دوان. الله يحفظك حبيبي، تحياتي. سلام سيدي. اللي بغيت نقول لك انا كنت في كنت ديبلاسمون في تبسه، كنهضر مع جزائريين في تبسه ديبلاسمون، وشدوا لي الباسبور ديالي مهما دخلت فرنساوي، وما فرقنيش بوليسي ولو في العمل ديالي، اقسم بالله العلي العظيم راه عن بعد، لا في الاكل لا في المنام، وكنمشي باين تمشي غير طفتن دونك. انا انا في الاول صحاب وصفار صا قال لي واحد قاوري كان معايا قال لك نو 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 جاسوس، حيت انا اوريجين ماروكان. هاد فهم شي حاجه، تحياتي نعم سيدي، تحياتي. البلاد ماشي ديال المغاربه، ما كذبش عليك اخويا رضوان، ماشي ديال المغاربه صافي. حنا نوضوا فيكم غير الرعب، شتي ديك المغربي سميت المغرب كتنعم كتنوض معك، متفق معك، متفق معك. النظام الجزائري بارك عليه، ما ينعتلب الا متفق معك خويا رضوان، تحياتي. الله يحفظك، بارك الله فيك، راك عزيز، الله يحفظك. شتي غير ديك كلمة مغربي تبقى عند النظام الجزائري منوضة فيها الرعب، بارك عليه. ها المغربي هو دخل، ها المغربي هو دار، عندك رد البال القباص اش يدير، عندك رد البال الصباغ اش يدير، ناري رد البال، ناري 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 مول الجليج اش يدير، ناري اللي كيدير العود اش يدير، عندك البال الخياط، ردوا البال صحاب الخياطه، تبون رد البال من الخياطه. انا نقولها لك تبون شنقريحه، رد البال من الخياطه، عندهم البرا. انا نقولها لك شي قال لك يخدم بيديه تبون، قال لك يخدم بيديه رد منه البال. نقول لك كاع دوك اللي عندك تما كلهم كلهم جواسيس، شو كي غتفك معاهم؟ ياك عندك مليون شو كي غتفك معاهم؟ حيت البلاد اللي مخها قداك خصك تتعامل معاها بالمخ قداك، انت
التراث على لسان شنق ريحة، على لسان شنق ريحة، ها هي على لسان شنق ريحة. مهمة شريفة الدفاع عن الحدود نتاعنا ضد الإرهاب، ضد المهربين، وضد حتى عدو كلاسيكي الرعب. أوليدي الرعب بركة الرعب ينهض فيه، هما غيدخلوا لي العشبة، هما غيدخلوا لي القباصة، هما غيدخلوا لي الإر ما عرفت شنو، هما غيدخلوا لي هادي، هما غيدخلوا. خليك موسوس غير بوحدك توسوس، حنا بغيناك غير الهوساسة. انت باغي الجوساسه، حنا غنديروا لك الهوساسه. ها المروكي غيدير في التيك توك، ها المروكي غيدير اليوتيوب، عندك المروكي غيدير ناتل الفيسبوك، عندك المروكي يدير تويت، عندك المروكي يخدم في اكس، عندك 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 الرعب غينوض في تبون وشنقريحه غير المواطن المغربي. دابا سمعنا اخويا رضوان كيفاش تكلم شنقريحه ياك، ارى ليا نشوفوا الحسن الثاني عندي 50 ثانيه ما نفوتهالكش، حيت راه عرفتك غادي باغي تنزل. ارى ليا احنا خصنا نشوفوا سيدنا ما الله يرحمه ما كاينش. ما كيوصينا عليه الخوت في الجزائر حتى واحد، سيدنا تيقولنا هذوك خوتكم مدوا لهم يديكم. وي نشوفوا شنو قال على الجزائر وعلاقتنا بالجزائر وشكون هي الجزائر وعلاش الجزائر ازدادت فيها حده التطرف، باش تفهموا علاش التطرف كاين في الجزائر. راه ماشي كلامي انا، راه كلام جدنا الله يرحمه، جدنا الله يرحمه مسكين. هذا جدي هذا. Comment allez-vous concevoir vos relations avec un pays voisin, l'Algérie, si l'intégrisme y sévit de manière plus sévère encore ? Il y a le fondamentalisme et l'intégrisme. C'est différent. Nous, nous sommes des fondamentalistes. Les Algériens, eux, sont des fondamentalistes. Ce sont des fondamentalistes dans leur majorité. Qu'est-ce qui a fait penser qu'ils étaient intégristes ? Mais parce que pendant 25 ans, particulièrement sous Bilbila et Bundian, ils ont été sevrés de la seule identité qu'ils gardaient encore après 130 années de colonisation, à savoir l'islam. Il n'y a pas eu d'enseignement religieux. Il n'y a pas eu d'université qu'il faut s'apprendre l'arabe. On a supprimé toutes les associations des oulémas. Le fait qu'on ait laissé faire a créé un vide immédiatement qui est venu se remplir par la révolution agitatrice, démagogique, destructrice des intégristes. صلات على النبي اجمع. شتي الفرق بين المخ والمخيخ؟ هاني وريت لكم المخيخ واحنا سمعنا المخ شنو قال، وراه كثير لي فيديو انا غير جبت نموذج. صافي سالينا، تشاو باي باي. شكرا لمن كبس ومن دعم ومن بارطاجا. الله يكون مع العائله ديال عبد الرحيم ورشيد، الا كان شي عبد الرحيم ورشيد من الاصل. دابا حنا تنقول لكم اذا كان عبد الرحيم ورشيد كيف ما عطاونا الاسماء، الله يكون مع العائله ديالهم. اللي شي كيخدم شي حاجه في الجزائر خويا، حنا راه كنبنيو، اجي خويا الله يسهل عليك، محتاجين دير لنا القبص. مغاربه باغي في المغرب كله شونتي، محتاجين القباصه، محتاجين الجليجيه. اذا كنقول اذا كانوا تما اخرتك جوساسه ولا كولاسة. تحياتي، شكرا شكرا الخوت، شكرا تبارك الله عليكم، شكرا اللي دعموا اللي كبسوا اللي بارطاجا، شكرا اخواني الكرام، شكرا خيط تورات. غدا ان شاء الله ابتداء من تقريبا نفس التوقيت باذن الله ان شاء الله تعالى. صباح على خير.